في بقى كمان انا يعني الامانه لازم اتكلم على مصطفى شوبير. مصطفى شوبير المباراه دي كانت معانا مع المقاولين. اول مباراه يلعبها بقى له فتره. اخر مباراه كابتن كريم لعبها اللي هو حضرتك نهائي دوري ابطال افريقيا. كان نهائي دوري ابطال. انا مش فاكر التاريخ بالظبط. ماتش ذهاب شهر 6. في شهر 6. فاحنا النهارده في شهر يعني من حوالي 10 ايام ولا خمس شهور تقريبا. بتتكلم في خمس شهور. فان ينزل يلعب مباراه مع المقاولين ويؤدي الاداء اللي قدمه ده عمل مباراه كبيره جدا. رغم ما يبانش انه طلع حاجات صعبه انما تعامل فرق خط الظهر بشكل كويس قوي قوي قوي. طلع كم كره من بره 18 بشكل كويس قوي. خد كره عرضيه كان هايل فيها. لعب رجليه كان بيوزع لعبه برجليه كويس قوي. فده يقول ان عنده ثقه في نفسه انه هيبقى جول كبير. فانا برضو كان لازم اتكلم على مصطفى لان المباراه بيلعبها من فتره كبيره جدا. ممتاز. فيستحق الواحد يتكلم عليه.